تمثل في تكوين الشباب والتعليم ومحاربة الإرهاب وتعزيز الاستثمار في إفريقيا. الجانبان وقعا على بروتوكول مالي بموجبه تمنح فرنسا المغرب قرضا ب 25 مليون أورو حتى تتمكن المقاولات الصغرى المغربية من شراء معدات فرنسية تمكنها من الاستثمار في إفريقيا. لدينا علاقات استثنائية مع حوالي نصف عدد بلدان القارة الإفريقية، أيضا روابط روحية. كل هذا تبرهن عليه اليوم الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك لعدد من بلدان المنطقة. علينا أيضا أن نستكشف ونتجه معا إلى السوق الإفريقية في إطار شراكات تمكن المغرب والبلدان الإفريقية وفرنسا من الاستفادة من النمو الذي تعرفه القارة. العلاقات بين المغرب وفرنسا أخذت منذ أشهر مسارها العادي، يعني شراكة متميزة، وهدف فرنسا هو أن تبقى الشريك المرجعي للمغرب في كل المجالات. وعلى هامش الاجتماع الرفيع المستوى بين الحكومتين المغربية والفرنسية، ناقد اجتماع استثنائي ورفيع المستوى أيضا لنادي المقاولين الفرنسيين والمغاربة. تم فيه الحديث عن إطار متجدد للتعاون الاقتصادي المغربي الفرنسي، وعن استراتيجية التسريع الصناعي، وأيضا عن إمكانيات الشراكة المتاحة بإفريقيا. مستثمرين مهمين استثمروا هذه السنوات الأخيرة في المغرب، ومستثمرين آخرين عندهم رغبة باش يستثمروا في المغرب في هذه السنوات المقبلة إن شاء الله. فلهذا هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين فرنسا والمغرب علاقات مهمة جدا. هذا تيفتح أيضا مجال لرفع من مستوى ديال التنافسية ديال المقاولة لا الفرنسية ولا ديال المقاولة المغربية، وتيفتح المجال باش مجموعين يواجهوا ويمشيوا لأقطار أخرى. فرنسا هي أول زبون للمغرب، إذ تستقبل 22% من الصادرات المغربية، كما أن المغرب بالنسبة لفرنسا هي أول وجهة للاستثمار في إفريقيا. هو يوم جد هام، سوف نجدد روابط لم تكن في الأصل منقطعة بين المستثمرين الفرنسيين ونظرائهم المقاولين المغاربة. إذا كما ترون هناك فرص كثيرة للنقاش، والفكرة الأهم توقيع بروتوكول اتفاق بين اتحاد المقاولات الفرنسية ونظيرتها المغربية. عندنا واحد ورش جديد اللي غادي نمشيو له، لا بالنسبة لإفريقيا ولا بالنسبة المحيط الأطلسي، باش يكون أكثر اندماج اقتصادي ما بين الاقتصاد أو المقاولين المغاربة والمقاولين الفرنسيين. وعندهم قناعة بأن المغرب الآن بحكم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبحكم جميع الإصلاحات اللي قام بها وتقوية المؤسسات ديالو، باش يكون هو الأرض الاستثمارات ديالهم، وانطلاقا من المغرب البحث عن أسواق التصدير لمنتوجاتهم بالدول الإفريقية. المغرب وفرنسا عازمان على التوجه نحو المستقبل بعزيمة وثبات، وهذا الاجتماع الرفيع المستوى يترجم الروح الإيجابية التي تطبع العلاقات بين البلدين بشكل يجعل منها علاقات مثمرة وبناءة ومفيدة للطرفين في كل الأوقات وفي كافة المجالات. من باريس عبد المجيد حلاوي.